ده نمشي على الموضوع بتاع السكن، لانه عبد الحميد حس هناك. فالموضوع بتاع السكن، تتسو كيف؟ لقيته كيف؟ اجرته كيف يا عبد الحميد؟ الجروش كانت كيف؟ ازيل ذلك طيب، بوادي. هو والله موضوع السكن طبعا بيختلف من منطقة للتانية حسب قربة من الداون تاون، بتختلف الأسعار، وحسب قربة برضه من جامعة ماكريري بتختلف الأسعار. لكن عموما الشقق اللي بتكون مفروشة أسعارها دائما بتكون عالية، يعني حوالي $700 وأنت طالع فوق. أما الشقق اللي بتكون ما مفروشة برضه يعني أقل شوية، حسب يعني أنت عايز صالون، عايز غرفة واحدة، عايز غرفتين كده. انا هبدا بيك من غرفتين وانت طالع فوق، فدي بتتراوح من 300 لحد انت ماشي 400 كده. يعني بتكون في كومباوند مغلق، بتكون في سكيورتي وكده يعني. فانت حسب المنطقه بتاعتك هي بتحتمل السعر بيكون كيف. لكن عموما الما مفروشه بتتراوح من 300 لحد $600، والمفروشه بتتراوح من 700 وانت ماشي ممكن تحصل $1000 عادي. وده كورديا للمنطقه اللي انت قاعد فيها والبزنس اللي انت قاعد فيها. ممتاز. لكن طيب عموما انا بدي حبيت الاسعار اضافه هنا، يعني اضافه بس صغيره معلش. هو السكن بيتقسم انا على حسب شوفي بيتقسم لثلاثه حاجات، يا اما انت يعني جاي، هو انت جاي هناك معناها ما جاي زياره بتاعت يوم او يومين، فعندك ثلاثه خيارات بتاعت سكن. السكن الاول هو الهوستلات. الهوستلات دي انت ممكن تكون مسجل في جامعه او معهد هي انت تسكن فيها. يعني الهوستلز دي عبارة عن داخليات كبيرة جدا، اللي هي دي أرخص السكنات الموجودة، بتتراوح ذاتها ما بين يعني عالية جدا وبين العادية جدا. من كم تختلف لكم؟ I think أعلى واحد هو نانو هوستل يا لا، أولمبيا تقريبا. أولمبيا ده جديد. لا، أولمبيا قديم، أولمبيا الأول من زمان جدا يعني. أولمبيا بعد أنا نانو عارف هوستل. أنا. أنا عارف. نانو هوستل بتراوح الغرفة البراك في السيمستر، هو أجره بالسيمستر. نانو هوستل السيمستر أوكي. 4 شهور، أوكي. الغرفة البراك الكبيرة هي كانت ب $440، وستيل اي ثينك نفس السعر، هو اوكي 440 دولار للشهر. للسيمستر. لا لا، السيمستر 4 شهور السيمستر 4 شهور وللطلبة 440 طبعا دولار اللي هي في الشهر بيطلع معاك 110 دولار 110 دولار. اغلب الناس اللي بيأجروا في نانو هوستل بيأجروا اثنين، الغرفة بتكون فيها سريرين يعني. فانت بتدفع في السيمستر كله اباوت $220، اضربها في 3.6 يعني، فشوفها بتطلع معاك كم شيلينج يوغندي. بالمناسبة برضو دي تيبي كذا الأسعار في كينيا برضو نيروبي. ايوه فعلا. ايوه تمام. ده الهوستل. في هوستل تاني اللي هو كوامي ريمبي، اللي هو ده الهوستلات اللي انا بتكلم لك دي اراوند اكبر معهدين موجودين بتاعت لغه انجليزيه في اوغندا، اللي هو معهد جامعه ماكيريري ومعهد سير نيلسون. صح يا عبد الحميد؟ ايوه، سير نيلسون وما كده. وكوامي ريمبي. كوامي ريمبي ده ارخص من نانو هوستل وبرضه نظيف. باباوت الغرفه الفاضيه السنجل ب $50 والدبل ب $80. دي الاسعار ثابته، حتى انا عملت لها ابديت قبل كام يوم، شفتها عملت لها الابديت وتاكدت منها. يعني في اعلى مننا اللي هو اولمبيا، ده في ارخص من كده، لكن بتفرق في شنو؟ بتفرق في السكيورتي بتاع المكان. هل هو سيف تماما خدمات. ولا فيه مشاكل بتاعت سرقه ولا ما في؟ هل هو مزعج في منطقه مزعجه ولا في منطقه ما مزعجه وكده يعني. الخيار الثاني اعتقد انه ده اللي انت مفترض تتكلم عنه، انه المناطق مقسومه على اثنين، مناطق بعيده وجميله، مناطق قريبه لكن مزعجه. مثلا ديل الخيارات الاثنين ديل، مثلا بتتكلم عن ان تبدا مسافه بعيده لكن جميله جدا، تجي منها اقرب الحتات اللي جايه بتكون مزعجه وزحمه يعني. فالخيارات بتاعت انه المسافات ذاتها من الجامعه بتتراوح الاسعار كيف عامله عبد الحميد؟ فعلا فعلا كلامك صح. هو كل ما بعدت شوية بتكون المبلغ أقل، لكن عموما يعني ما تحاول تبعد شريدك أبعد من 15 كيلو لو أنت طالب عايز تستقر في الجامعة. طبعا لو أنت طالب عايز تستقر في الجامعة أفضل إنك تسكن في هوستل. ليه؟ لأنه أرخص وأفضل لك. بعد ذاك في السكن طبعا هو ما سكن مفروش، بس بيكون فيه بيكون فيه السرير، تحتاج أنت تشتري الحاجات معاك يعني. يعني المرتبة بتشتريها في نفس الوقت، لو انت عايز تطبخ في البيت تشتري معاك، لو عايز تطبخ في الغرفه عفوا تشتري حاجه الغرفه تحت الطباخ وكده، فدي تخلي لها بالك برضه يعني. هو سكن فاضي ما حيكون فيه.
اعتقد حتى لو انك ما طالب يعني، حتى لو انت جاي شغال او دار تعمل كورسات او دار تشتغل اونلاين، ايوه الهوستلات لانها متوفر فيها انترنت كويس، متوفر فيها الخدمات السوبر ماركت ذاته، يكون في الهوستل نان هوستل اللي فيه جيم تحت برضو كان فعلا فعلا. انا بس ما متاكد غير طالب دي، لانه تقريبا احيانا في طلبه كان بيطلب منهم في السكيورتي انه المفروض يثبت انه هو طالب بيقرا في المعهد او يجيب خطاب مثلا للجامعه عشان يسجل الاجازه. فما اعرف هل دي صفه. بتذكر انه في ناس جو اسره سودانيه مكونه من زوج وزوجة وعندهم طفل صغير كان عمره 5 سنوات، فقاموا اجروا غرفه معانا في نانا هوستل فاجروا لهم طوالي. ما عندي فكرة. كان نقطة صغيرة برضو هنا في كينيا برضو، أنا كان أجرت في هوستل لما كان جيت برضو، ما شرط إن تكون طالب في 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 جامعة ولا كده. الهوستل funny enough كان اسمه YMCA اللي هو Young Women Christian YWCA اللي هو Young Women Christian Association which is كان حاجة ما كويسة. المهم علينا نواصل طوالي. الأزعار ولا نحن هنا من السكن صح؟ اوكي أيوة. دام شيء انا بس انا عملت السكن بتاع الاسره اكثر على اساس انه الناس دي الاسره. فسكن الاسره اللي هو المفروش بين 300 كبدايه ل 1000 دولار غير مفروش. الغير مفروش اوكي 300 لحد 600 اللي هو ده بتعلم اذا انت كنت على نص البلد حيكون غالي، انت اذا بعدت من وسط البلد حيكون ارخص. الافضل انك تبعد من وسط البلد. اوكي تمام صح. فتيجي عليك حاجه ضروريه شديد اللي هو انك لابد انك تتاكد انه زول عايز تاجر منه ده هو سيد سيد البيزات. مرات البروكرز او السماسره دي يعني في خداع في الموضوع بتاع الازهار. مرات يجيك زول لا يثبت لكم شيء يقول لك انا سيد البيت، وشلون تقدر تمشي تدفع عليه والقروش يطلع اصلا ما سيد البيت ولا عنده علاقه بالبيت. افريقيا او يوغندا عموما دوله من الدول الفقيره وشعبها نوعا ما فقير، فالاحتيال فيها كثير. فانت تنتبه هنا تماما انه انت الزول اللي عايزه حيوصلك الوسيط ده، تتاكد تماما انه زول صاحب البيت ذاته وصاحب الشقه ذاته. دائما لما تمشي للسكيورتي هو ذاته بيكون قاعد ده في الغالب هو اللي وصلك بالذات، لأن السكيورتي هو بيكون أصلاً مسؤول عن كل التفاصيل الموجودة في الشقة وبيدخل الناس والتنبيهات وكده. فلو سكت الكومباوند أحسن لك، دائماً الكومباوند المقفول يكون آمن أكثر. ممتاز. فبرضه الأونلاين انتبه له، الإيجارات الأونلاين أحياناً بتكون خاطين صور هي ما حقيقية، أحياناً بتكون ما حقيقية وتشوف إنه الشقة نظيفة ويوصل لك كل ما تخش على الباب قدامها بالفعل. فالأفضل لو لقيت زوج يوغندي هناك أو عندك زوج صاحبك من هناك بيعرف يوغندي اللي ماشي معاك موضوع الإيجارات بيكون كويس أحسن لك من إنك تتوسع إيجارات وتفتش وكذا. بس مع زوج سوداني هناك بيعرف زوج يوغندي يقدر يوغندي. ممتاز صعب شوي. أنا بالنسبة لي برضو في كينيا كان نفس الحاجة اللي هو بدهم يشوف المحلات أونلاين أول حاجة، وبعدك بتمشي يعني تشوف محلات قريبات لبعض اونلاين وتشوف السعر بتاعه، وبعدك تم يشوفهم كلهم مع بعض، وبعدين تحدد ياتو واحد افضل لك وتدفع القروش بتاعته، او تشوف مدينه معينه او مكان معين معروف انه فيه محلات جديده وتمشي تلب بكرعك. فتمشي تشوف انه والله المحل ده مكتوب عليه فوق مثلا توليت او للايجار، ما مكتوب طبعا بالايجار، توليت ولا فور رنت ولا اي حاجه. تم الخش اللي هو بتمشي للسكيورتي بتسال من سيد البيت، سيد البيت بيجي بيوريك الحاجات، وبعد ذاك بتدفع عربون. بتدفع 4 شهور اللي هو 3 شهور مقدم وشهور بسموها تقريبا امانيه او حاجه زي كده على اساس يس غالية ما حترجع عليك بالصراحه يعني. لو استخدمت الهنا زي شنو حنقدر. انا شكلت مع واحده بسبب الموضوع طبعا هناك ما رجع عليك. لا رجع الله يطول والله العظيم. طيب اوكي ده بالنسبه للموضوع بتاع السكن. طيب معناته عندك اذا انت زول واحد افضل لك الموضوع بتاع الهوستلات اللي هو اسعاره حتكون 110 دولار دي كاغلى حاجه للشهر، وحتدفع لمده 4 شهور اللي هو السمستر، وانت بعدك نازل لتحت ممكن يكون ارخص من كده. اذا انت مثلا شقه او نفرين او كده، او شقه شنو اذا انت اسره، فانت حتشوف بين 300 ل 600 للما مفروش. المفروش ممكن يكون كم؟
المفروشة بتتراوح من 700 انت طالب فوق، احيانا بتلقاها ب 600، لكن حسب هل الشقة جديدة ولا ما جديدة، النظافة بتاعتك قد ايش، ممتاز. كل ما كانت نظيفة وجديدة وعفشت كويس بيكون يعني أغلى شوية. انا بتذكر صديقي يعني عبد الحميد عايش على المقاطعه، كان في 2017 دي كان مؤجر شقه في انتندا ب 400 على البلاط، لكن كانت في حته جميله جدا يعني. انتندا دي حته ما بعيده اللي هي جميله من انتندا دي. انتندا يعني كانت شنو في السودان او شنو في الخرطوم؟ ما في حاجه بري مثلا؟ لا 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 لا، ما تشبه يوغندا بالسودان لو سمحت. لا احنا قصدي يعني كمسافه. كمسافه السودان اجمل طبعا، انا بتكلم هنا ما بقول لك مشبهها عشان السودان اجمل. يعني مثلا من السوق العربي لحد بوري كده او ابعد شويه كوبري المنشيه. اوكي تمام شيء. فكان ماجر ب 400 لكن ما مفروش. ايوه الهوستلات برضو، في هوستلات بيقبلوا منك بالشهر يعني، كوامر ان ده كان بالشهر يعني عادي جدا ممكن تدفع. اوكي تمام شيء. بس حتدفع يس. انا من نظرتي الشخصيه افضل شيء اذا انت ذات طويل ومعك اسره تاجر على البلاط اللي هو ما مفروش وتفرش براك، لانه بعدها ممكن تشيل الفريش معاك، ممكن تبيع الفريش، ممكن تتصرف فيه براحتك اذا انت كنت محدد على انك تقعد زمن طويل. اذا تقعد زمن بسيط شديد فتقريبا المفروش ممكن يكون احسن لك. اوكي طيب تمام. تقريبا عبد الحميد النت بتاعه حبتين بيجا هنا، لكن ده معانا في كويس لانه هنتكلم عن الموضوع بتاع التعليم او مغير اللي هو الجامعات هناك. هي شنو التدريس فيها؟ كيف الرسوم بتاعتها؟ كيف التسجيل لها؟ كيف كويس. طيب هتكلم انا لحد ما عبد الحميد يجي برضو. الجامعات في يوغندا اول حاجه انت مفترض تكون عارفه انه اللغه الرسميه في الدوله هي اللغه الانجليزيه، هي لغه المعاملات الرسميه بجانب اللغة المحلية اللي هي لغة اللوغاندا. دي اللغات المحلية زي السواحيلي برضو الموجود، لكن لغة التدريس في الجامعات الرسمية هي اللغة الإنجليزية، والسيستم بتاع الجامعات كله سيستم أغلبه بريطاني يعني. لو بحثت في يوغاندا، أنا بحاول أتذكر كنت قبل وأفتش في الجامعات تاني، في البحث بيجيب لي انه في 54 جامعه في يوغندا، اكشولي فيها 5 معاهد و4 جامعات دينيه تقريبا كده. لكن في التصنيف اللي قاعد تجيني دائما من 19 ل 24 جامعه هي المعتمده غالبا في يوغندا. للاسف يعني عندهم اكبر جامعه في ايست افريكا اللي هي كانت جامعه شرق افريقيا، اتقسمت لثلاثه جامعات اللي هي جزء منها جامعه ماكيريري بيجا في يوغندا، وجامعه كينياتا في كينيا، وجامعه دار السلام في تنزانيا. دي هي الجامعه نمره واحد في يوغندا. بس للاسف ليه؟ انهم ما بيقبلوا الشهادات الجايه من السودان. الشهاده السودانيه ما بتتقبل في الجامعه دي على ما اذكر. انا قبل 5 سنوات أو 6 سنوات لما مشيت قدمتها، جيت سالت الاستاذه وسالت كم نزول كده، فما افادوني لحد ما وصلت للمعلومه الاكيده انه شهادات السودان ما بيقبلوها، لانه نحن دارسين 11 سنه، هم سيستمهم بتاع الاساس والثانوي 12 سنه لحد ما تعدى الاداب في السودان. فعشان انت تسجل في جامعه ماكيريري دي لازم يكون قريت سنتين في جامعه وانت محول، يعني عندك تحويل، او قريت دبلوم سنتين فاخذت به شهاده عشان يعادلوا لك انت كملت 12 سنه في الثانوي لحد الثانوي حتى بعدك بديت الجامعه. التقديم عموما في كل العالم اللي هو لحد قبل شهر 9 او شهر 9 الجامعات بتفتح 9 ل 10 في كل العالم. في يوغندا في تقديمات شهر 1 اللي هو للموسم شنو الفصل الشتوي صح ولا الصيفي هو ولا الربيعي حاجه بس، وعندهم تقديم شهر 4 أو 5 وعندهم تقديم شهر 8. فالناس حاليا الدار تقدم هي حتلحق تقديم شهر 8 في الجامعات اليوغندية. في جامعات كثيره جدا
ممتازه وبتقبل شهادات من السودان، عدا ماكيري لانها اكبر جامعه وتصنيفها عالي جدا في الافريقي. لكن انا ما عارف هل الحاجه دي اتغيرت ولا لا، لكنك ممكن تدرس للجامعه بشكل مباشر تستفسر عن الحاجه دي. الجامعات في يوغندا يعني بتلقاها متوزعه في كم حته، جامعه ماكيري اللي هي في كامبالا، جامعه يوغندا يونيفرسيتي، جامعه امبرارا دي في امبرارا، مدينه اسمها امبرارا، جامعه جولو في جولو، الجامعة الإسلامية، جامعة إيست أفريقيا. طيب أنا عندي سؤال هنا معلش. أيوة. دي كلهم بيقبلوا الشهادات الثانوية السودانية ما عدا ماكيريري. جامعة ماكيريري يس، لأن أنا لما يس. سألت في التقديم بتاعنا الأول ده إنها هي باعتبار إنه هي جامعة توب، فما بتقبل أصلاً إلا ديجريز عالية، حتى في التقديم أوكي. حتى في التقديم حتى بيقولوشك إنه ما كل الناس بيقبلوهم يعني. ممتاز. فلكن الناس حاليا ممكن تمشي تستفسر عن الحاجه دي. اوكي ممتاز خالد. فدي جامعه، بقيه الجامعات كلها انت ممكن تقدم عليها بشهادتك الثانويه ممكن تقدم عادي. حتى ماكيريري ذاتها حاليا ممكن تقدم اذا انت مشيت استفسرت من الجامعه. انا ما عارف السيستم اتغير ولا لا، ولا مع شهادات السودان مع الظروف الحاليه اتغيرت او لا، لكن اذا انت داير تقدم راسل الجامعه بشكل مباشر ما تستفسر من وسيط. فهمت عليك، بس الايميل بتاعنا رسل في ايميل الجامعه بردوا عليك على طول يعني. جامعه شرق افريقيا، الجامعه الاسلاميه في اوغندا، الجامعه الكاثوليكيه، جامعه العلوم والتكنولوجيا، في جامعات ما تتغش بيها. انا ما عارف ليه، لكن مثلا زي جامعه كافندش، جامعه كافندش من الجامعات الجديده في اوغندا، ما تمت 20 سنه، لكن اللغط حولها لغط كتير جدا وقرا فيها أردوغ في النهاية يعني، فدي أوكي. مشكلة كبيرة ناس تخليها أبعد يعني. أنا ما بقول الكلام ده هناك، لكن حولها لغط، حتى أنا لما كنت قاعد هناك الناس اللي بيقولوا فيها حولها لغط، لكن يقال إنها جامعة كويسة، وفي ناس بيقولوا إنها جامعة يا زول عشان أردوغ ما حنقرا فيها، بس عشان أريح مرة بس لكن هي قرا فيها تمام خير وبركة. في لكن هي حتى في التصنيف بتاع الجامعات اللي بتجيك في التوب بتاعت يوغندا هي بتلقاها في الاواخر يعني، بتلقاها 19 20 21 في الاراوند 24 حاجه زي كده. في جامعات قدامها كميه. عندي بس سؤال، البروسيس بتاع التقديم عموما شنو بالنسبه لنفرين اللي هو بالنسبه للناس محمد برضو، اذا عندك اضافه في الحاجه دي، اذا انت مثلا عندك شهاده سودانيه، واذا انت قريت الجامعه لكن لسه ما خلصتها اللي هو ناس كتار شديد، واذا انت اوريدي عندك شهاده من مثلا من جامعه في السودان، في البروسيس اللي نازل تبقى عامله كيف؟ ايه ما سمعتك والله. يعني اذا انت داير تخش تقرا جامعه في واحده من في مثلا في اوغندا وعندك شهاده ثانويه، او بديت الجامعه لكن ما خلصتها زي ناس كتار شديد حسي في السودان، او انت عندك شهاده من السودان اللي هو من جامعه عادي في السودان، سواء كان دبلوم سواء كان بكالوريوس، الفرص بتاعتهم يعني بتاعت القبول؟ لا التقديم كيف يعني، انت بتشيل في تقديم اونلاين، في فورم اونلاين، في شنو؟ جامعه ماكيري اللي كان التقديم بتاعها اونلاين، بيفتحوا التقديم كان في شهر 8 في الغالب اونلاين، لهم ابلكيشن معين انت بتملاه بتفاصيل معينه بقصص، بترفق شهاداتك، الشهاده السودانيه بتاعتك، اذا عندك شهادات اكاديميه ثانيه بتدعمك برضو، اذا عندك توصيات برضو بتدعمك، اذا عندك شهادات بتاع التميز وقدرات دي برضو حاجه بتميزك حتى في جامعه ماكيريري ذاتها تقريبا يعني، اذا انت يعني في جامعه ماكيريري تحديدا اللي هي اعلى جامعه انت نحن بنتكلم عنها okay. كل الشهادات دي بتفيدك، شهاده اللغه شهاده مهمه شديد، اذا انت دار تقرا في شيء في ماكيريري في الجامعات الكبيره او التوفيق. ما الايلتس انه شهاده حتى لو في عندهم معهد بتاع الجامعه، معهد معتمد بتاع okay. لغه في جامعه ماكيريري جوا، شهادته معتمده لدى الجامعه تماما okay. انك انت اذا دار تقدم لاي كليه وقبله طلبوا منك شهاده لغه تمشي تدرسها في معهد الجامعه. هل الجامعات الثانيه برضه بيطلبوا انجليزي؟ نعم. هل الجامعات الثانيه برضه بيطلبوا لغه انجليزيه يعني شهاده اللغه الانجليزيه ولا ماشي؟ ما كل الجامعات لكن معظمها بتطلب منك okay. لغه انجليزيه، وانت هناك مطلوبه منك انت على الاقل المستوى المتوسط، ما الحد الادنى
المستوى المتوسط عشان تقدر تعيش في أوغندا، لأنه اللغة الرسمية في الدولة هي اللغة الإنجليزية. اوكي أنت لازم يكون عندك لغة إنجليزية على الأقل متوسطة في المستوى الإنترميديت هناك، يعني عندهم إليمنتري إنترميديت أدفانس. اوكي تمام. طيب ده بدخلنا لنقطه كويسه اللي هو تعلم اللغه الانجليزيه. انا واحد من الناس كتجربتي بس سريع كده، انا من لما مشيت كينيا ما كان قريت اي كورس، كانت هو الانجليزي بتاعي زي ما اقول قاعد اقول للناس انجليزي بتاعهم بده، لكن اتعلمت كتير شيء اليوم يعني بدأ تقريبا ماله انجليزي مبدا يعني ممتاز ممتاز خالص ممتاز. يعني انا بيزكلي قريت جامعه حكوميه، ده اللي حقدر اقولها. فلما مشيت هناك انا بتذكر كنت شغال في شركه يعني انترنشيب، الزول اللي كانت ماسكه الماركت كانت بتقول لي يا احمد انت لما جيت انا ما كنت بفهم منك اي حاجه، انا بس بقول لك يس يس عشان امشيك لانه عارفك ما حتفهمني وانا ما حفهمك، فبس داير امشيك من قدامي. لكن حد يا بعد سي ثلاث احمد شهور يقولوا لك يس يس عشان يمشوك. طيب كويس خير وبركه. لا يا زلمه انا ممكن اطلعك من اللايف يا مؤيد، فانا لدي القوه الاوثوريتيز قاعده هنا لو سمحت. فاليوم قمت، لكن بعد 3 شهور اكتشفت انه، لانه يعني الواحد انا بعدت من السودانيين يعني ما كنت بعرف اي سوداني هناك، فكل الناس انا كنت بعرفهم كانوا كينيين، وكان كل الكلام بالانجليزي، فلازم انت تعرف الانجليزي يعني لازم تعرف كل الحاجات. انا يا دوب عرفت انه السفوريه معناتها حله، يعني دي واحده من الكلمات اللي كانت بالنسبه لي مهمه شديد انه لازم اعرفها. فانا بس دار اقول الحاجه دي لانه انت اذا خشيت في مجتمع كله بيتكلم انجليزي انت بتقصي بروح نتكلم انجليزي. فانا كنت دار اسال في انه برضه المعاهد الانجليزيه، لان في ناس كتير شيء بيسالوا في انه دراسه الانجليزي هناك كيف. طيب انا هبدا الكلام وهخلي عبد الحميد لانه حاليا هناك حيكمل على كلامي. يس على ما اذكر كان انا في الفتره اللي بنقرا فيها بتسجل في واحد من 3 معاهد كبيره، التوب في اوغندا تماما اذا انت عايز تدرس هو معهد جامعه ماكيريري للغات، هو ده التوب. كان المستوى تقريبا ب 100 دولار او حاجه زي دي، واذا مع شويه عبد الحميد يصحح المعلومات دي انا ما بتذكر قبل الفتره دي كلها، وبدوك كتاب ب 50 دولار كان للمستوى. كان المستوى عندهم 5 مستويات، عندهم بيجينر 1 وبيجينر 2 وعندهم اليمنتري وانترميديت وادفانس، 5 مستويات. بيجينو وبيجينا ديل اللي هم للاي بي سي، وبعد ذاك الكلمات بوك وكوب ولابتوب وكده. انترميديت الاليمنتري ده للاداب المخاطبه وكده. انترميديت انت بقيت تعرف انجليزي كويس، بعد ذاك الادفانس فيه ادفانس 1 ادفانس 2. ده انت ما يعادل انك بعده حتمشي تعمل البريبريشن بتاع الايلتس وحتمتحن ايلتس على طول. فديل كانوا 5 مستويات، المستوى بشهرين ونص اباوت سنه كده، يعني اراوند سنه كده انت بتكون قاعد تقرا انجليزي. ده في جامعه ماكيريري. في تاني المعهد الثاني اسمه معهد سير نيلسون اللي هو برضو جنب الجامعه، ده يعتبر المعهد الثاني في اوغندا للغه الانجليزيه. ده أرخص جدا ولا في مقارنة بربع السعر بتاع معهد جامعة ماكيريري يعني. برضو عنده كتاب وعنده محادثات وكده. المعهدين ديل في الأصل بيكملوا بعض. ده أنت بتدرس بالصباح الجامعة، كل الدراسة بالصباح عموما يعني، ويوم بعد يوم أو حاجة زي دي، وسير نيلسون بشكل يومي. لكن سير نيلسون لانه ناس كتار فانت حتبدا تمارس اللغه وتعمل براكتسنج البريتش كانسل والمحل البريتش كانسل، والثاني ذاك كان في السوق العربي ذكرتني بيهم بس بس ذاك اللي هم ديل بيكملوا بعض. انت بتدرس الجامعه الصباح وبتدرس المعهد بالمسا، كل المستويات عندهم بالمسا برضه، لكن ذاك مستوياته طويله جدا. المستوى الواحد بيقسمه لك ل3 مستويات، كل مستوى شهر ونص وما عارف شو. انت بتدرس بعد سنة ونص كده أو 20 شهر حتى تكمل عندهم اللغة. لكن سعره قليل شديد يعني، كان 25 دولار في الشهر يعني، وكتبه رخيصة، كتبه الكتاب ب 6 دولار أو 5 دولار كان للمستوى.
الكتب بتاعت كده، لكن معهد الجامعة هو المعهد الطبي. في معهد ثالث برضو قريب مني اسمه واي ام سي تقريبا يا عبد الحميد، صح؟ واي ام سي والله بس ما متاكد، في واحد اسمه انترناشونال بتاع سيفتي. كلية كده قريبة برضو، ده يعتبر من المعاهد الثالثة كان في الزمن ده، انه الناس دي بتقرا فيه. الثلاثة معاهد دي هم التوب، اثنين بيكملوا بعض، معهد الجامعة والمعهد بتاع سيد نيلسون. زي انت ده تتعلم اللغة برضو، عيش مع الناس، صاحب من الجنسيات الكمية اللي هتكون موجودة. معهد الجامعة أكتر معهد لامي جنسيات، يعني أنا بتذكر كنا بندرس صينيين، يابانيين، رواندين، كونغوليين، تشاديين، جنسيات كمية يعني. كنا سودانيين أبسط ناس، وأقل ناس بنتعلم لغة كنا، لأنه بنقعد نتونس ناس مع بعض، أنا ما كنت معاهم وقتها. صاحب الناس ديل وباريهم عشان تعمل براكتس للغة بتاعتك وتطور الفوكابلري والقصص الكثيرة اللي احنا بنقولها دي. ممتاز. دي الثلاثة معاهد الكبيرة اللي انا متذكرة. في معاهد تانية وفي قصص تانية، والاسعار هيعمل لها ابديت عبد الحميد يعني. عبد الحميد. والله يا اخ مؤيد معلوماتك ما شاء الله، دايما قلت لك انت زول قديم يعني. عارف حاجات كتير انا لحد هسه يا دوب بكتشفها يعني. انا صراحه ما بعرف يعني، دخل فيها عن سير، دخل فيها عن واحد بتاع الجامعه، دخل فيها في واحد داخل الجامعه اسمه سير كده، لكن هو يعني حاليا في الجامعه فيه وبيدرس فيه. انا بعرف اكتر حاجه اللي هو المعهد بتاع الجامعه، لان انا انضميت اوريدي لي يومين يعني في المعهد بتاع الجامعه لدراسه اللغه الانجليزيه في الانترميديت. اول حاجه طبعا ما دي المعهد بيعمل لك تيست، بيشوف السبيكنج بتاعك كيف، بعد ذاك بيعمل لك رايتنج كده، بيشوف الرايتنج بتاعك كيف اللي هو الاسبلين وكده، فبناء عليه بيقوم بحددوا الليفل بتاعك انت في اي مستوى، وبعد ذاك بتقوم بتنزل طوال يعني. طيب التكاليف بتاعت السمستر 580، مش السمستر، الليفل 580، 580 ألف اللي هي دي بتعدي لها حوالي 158 دولار. ده في المحل بتاع الجامعة. بعد ذاك في كتب حسب الليفل بتاعك، تقريبا الليفل الأقل اللي هو الإليمنتري ب 100 ألف، واللي ما أعرف دي تقريبا كم، لكن عموما 100 ألف. أما الإنترميديت ب 100، 100 و 130 ألف، زي ثلاثة كتب كده اللي هي كلها 130 ألف شيلين. أوكي 130 ألف شيلين اللي هي كلها بتاعت ال 710 شيلين دي، حوالي يعني حوالي 35 دولار. أيوه بالضبط كده. فالكتب بإضافة لرسوم السمستر بتاع الماكس 710 دول الإنترميديت، لأن أنا في الإنترميديت، فما اعرف باقي الليفلز كيف الثانيه، هل بتختلف الكتب ولا لا، لكن عموما الليفل ثابت 580 الف في كل المستويات ثابت. زي ما ذكر مؤيد انه هو افضل معهد، لانه بحثت كثير عن باقي المعاهد الثانيه فلقيته هو افضل، من حيث انه في طلبه من جنسيات مختلفه، نحن معانا ناس زي ما قال من كونغو، من الصومال، من مدغشقر، من السعوديه، الصوماليين كتار والاريتريين كتار برضه، والسودانيين برضو حاليا بيجوا كتار يا مؤيد. كانوا كتار لي زمان، لكن انا كنت بهرب، انا اصلا كنت من الكنغو الزمان ده. لما تيجي تغير عدد الطلبه الموجودين هنا والموجودين في سير نيلسون، فعلا بتلقى ان سير نيلسون ناس كتار شديد، لكن حاليا الجامعه بقت تدرس يوميا ما عدا السبت والاحد اللي كانت متاحه تقريبا السبت والاحد، لكن يوميا شغالين. استاذه ميراندا لسه قاعده؟ اخيرا يا جماعه انا ده طبعا دخلتها، سوري اللي... ميراندا قاعده لسه؟ والله يا اخي لحد هسه ما اكتشفتهم لسه. ما اكتشفتهم لسه يا شباب. انا قطعتك عشان استاذنكم، انا عندي مواعيد تحت حاليا الساعه 8:38 دقيقه عندنا هنا، فحاستاذنكم وحاجه راجع لللايف اشوف باقي حياتكم. شكرا والله، انا استمتعت جدا يعني، واتمنى اي زول عنده استفسار يدخل لاحمد في الخاص. انا هاخد لينكات النازل كل ما اخواننا عشان يعني كده.
ريحونا. فانا مستعد في اي لحظه، يعني انه في زول عنده استفسار او كده فممكن اساعده حبه برضو. وما حقدر افيدكم، انا حاليا كنت مخطط انه اطلع من مصر، فما قادر اطلع من مصر لانه ما حقدر اجي راجع، وانا نازل جامعه حاليا بعد خليتها هناك بعد سنوات. جيت رجعت هنا قولوا لي مبروك، باقي لي اقل من سنتين. فشكرا لكم والله، استمتعت بكم جدا، مع السلامه. وشكرا جدا يا مؤيد على المعلومات الكثيره دي والله يا اخي. العفو، شكرا يا مؤيد، باي. طيب تعملوا هنا؟ بعمل لك انا، بعمل لك انا. طيب طيب نواصل الموضوع بتاع المعهد. هو بس لانه يعني هم دل الاساتذه في الجامعه وهم الناس المتخصصين، في نفس الوقت الشهادة بتاعتك انت برضو تراعي لأن الشهادة بتاخدها من وين. فجامعة كارير معروف من أفضل الجامعات في أفريقيا، في نفس الوقت داخلة في التصنيف العالمي اللي هي من 1000 أفضل جامعة في العالم. فانت كل ما كان عندك شهادة وفي نفس الوقت يعني قريت فيها فبتكون حاجة كويسة بتدعمك، خاصة في السكولرشيب. لو انت أحيانا بتكون مقدم لمنحة ما بتكون بتطلب آيلتس، لكن يقول لك اذا عندك شهاده من جامعه وكده، او احيانا تقول لهم انا عندي بدل ايلتس عندي شهاده مثلا بتاع اللغه الانجليزيه، فبتكون مفيده لك برضه يعني. فالافضل انك تمشي المعهد اي صاحبه اقارب كده، لكن برضه بتبقى دي خياراتك انت يعني، بعدين انت عايز الحي ده ليش. المعهد براهم ما كفايه اكيد، قرايه المعهد براهم ما كفايه، بعد تخلص الكلاس بتمشي مثلا تمارس السبيكينج مع الطلبه الثانيين الموجودين. حاول دائما ما تصاحب سودانيين كتار، صاحب ناس بيتكلم انجليزي او ناس الانجليزي اللي بالبتاع معاه شويه منك عشان تقدر تستفيد ويصعبوك في الخطب بتاعك. فدي حاجه كويسه شديد. ما اعرف والله صراحه سير نيلسون ما عندي فكره عنه كبيره، عندي اصحابي صح بيقروا هناك لكن المبالغ بتاعته اقل اكيد. فزول ممكن عادي، انا بعرف ناس خاشين يعني خشين تو انستيتيوتس، فبيقروا في معهدين مثلا، معهد هنا بالصباح ومعهد ثاني بالمساء مثلا، فانت ممكن يكون برضو عندك الخيار ده يعني. فدي بناء على توجهاتك انت، وانت عايز تصدر شنو مثلا، او عايز تتابع الانجليزي ولا شنو. طيب تمام.